أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى متابعة إخبارية جديدة عبر النيل مباشر، نلقي خلالها الضوء على أهم القضايا المحلية والعربية والدولية التي تلامس اهتماماتكم. اليوم ثلاثة ملفات. الملف الأول، الرئيس السيسي يوجه بتعظيم دور صندوق مصر السيادي في توطين الصناعة والتكنولوجيا. الملف الثاني، بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس. أما الملف الأخير معنا اليوم في النيل مباشر، فاليونان تصف قرار تركيا بشأن تمديد فترة عمليات المسح في شرق البحر المتوسط بالخطوة غير القانونية. نبدأ الآن الملف الأول في النيل مباشر. فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بالتركيز على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة، بالإضافة إلى تعظيم دور الصندوق في توطين الصناعة والتكنولوجيا. كما وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة مصر الرقمية لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي. نتابع أولا هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور السيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية واستراتيجية عمله ومشروعاته المستهدفة. وقد وجه السيد الرئيس بقيام صندوق مصر السيادي بالتركيز في آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال تصور علمي لطرح أفضل البدائل لإعادة توظيف تلك الأصول لتحقيق الاستفادة المثلى والإدارة الناجحة والعائد الأعلى. كما وجه السيد الرئيس بتعظيم دور الصندوق في توطين الصناعة والتكنولوجيا كمستهدف استثماري بين كبرى الشركات المصرية والعالمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن قيام الصندوق بالتعريف بدوره على الساحة الدولية كقناة جديدة لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري، وذلك تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030 التي تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في مسيرة التنمية. كما تم عرض مستجدات استغلال مبنى مجمع التحرير بما في ذلك دراسات ومقترحات تطويره، حيث وجه السيد الرئيس بأن تتم هذه العملية في إطار تحقيق التناغم والتكامل بين جهود التطوير والتحديث في منطقة وسط القاهرة. وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية، حيث تم تأسيس 4 صناديق فرعية تابعة للصندوق بهدف ضخ استثمارات مباشرة في عدد من القطاعات، وأهمها الصناعة والطاقة ونظام الرعاية الصحية الشامل، فضلا عن استعراض الخطة التنفيذية في هذا الصدد لقطاع السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس. واطلع السيد الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في قطاع اللوجستيات، خاصة إنشاء مخازن استراتيجية لتخزين الدواء والمستلزمات الطبية وفقا لمعايير جودة التخزين العالمية لتلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة المخازن التموينية على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة التموين بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية وفقا للمناطق الأكثر احتياجا في المحافظات مختلفة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وقد وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة مصر الرقمية، والتي ستساهم بشكل مباشر في جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز قدرات الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، بما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة للتخطيط العمراني، وكذلك في الزراعة والصحة والتعليم، فضلا عن مواصلة رفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكذا ميكنة منظومة التقاضي من خلال استراتيجية عدالة مصر الرقمية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور عمرو طلعت استعرض مستجدات بناء منصة لنماذج المجتمعات العمرانية، والتي تهدف إلى حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم والالتزام بالقانون، ويحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي. كما عرض السيد وزير الاتصالات مستجدات مشروع بناء منظومة الذكاء الاصطناعي، والتي تأتي في إطار السعي نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا في كافة القطاعات من خلال دمجها في المنظومة الرقمية للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية. وشهد الاجتماع أيضا استعراض آخر مشروعات التصميم والتصنيع الإلكتروني على المستوى المحلي، والتي تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء قدرات الشركات العاملة في هذا القطاع وإتاحة الوصول للأسواق العالمية، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتأهيل الشباب للعمل في هذا المجال، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التجارة الإلكترونية. كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي لتدعيم البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الجمهورية، خاصة لاستيعاب الاستخدام الكثيف لشبكة الإنترنت خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات ومصدر جذب لأكبر مراكز البيانات العملاقة، والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجي كممر آمن للكابلات البحرية، إلى جانب العمل على تعظيم دور الدولة إقليميا وعالميا في مجال الاتصالات الدولية. المزيد من التحليل والمتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. الدكتور وليد، بعد التحية، هل لك أن تحدثنا أولا عن أهمية صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية؟ أهلا بحضرتك. وبخصوص صندوق مصر السيادي، مصر كانت محتاجة منذ فترة طويلة إلى وعاء جديد من أوعية الاستثمار، محتاجين يعني منفذ جديد. عندنا مشكلات كبيرة في القطاع الأعمال. القطاع الخاص طبعا بيحاول، لكن دايما لما كنا بنشوف هناك شركاء كثيرين من رؤوس الأموال الخارجية كانت بتود الاستثمار في مصر، ولكنهم دائما ما يبحثون عن الشريك المضمون. إنشاء مصر للصندوق السيادي ده بيكون مثابة طوق نجاة لمستثمرين كثيرين يريدون أن يدخلوا السوق المصرية. السوق المصرية هي من أكثر الأسواق في العالم ربحية، الناس عايزة تيجي تكسب في مصر، وفي نفس الوقت احنا عندنا أصول موجودة في مصر غير مستغلة. كنا بنشوف احنا كمواطنين بنشوف بعض الأصول، كنا بنقول ليه الدولة لا تستغل هذه الأشياء. إذن ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه الصندوق من وجهة نظرك لتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة المصرية؟ الصندوق الآن بيقوم بدور الوسيط، يعني الصندوق مرخص، هو طبعا رأس ماله المرخص هيوصل ل 200 مليار، بيتم ضم أصول إليه. احنا شفنا القرار الأخير بضم مجموعة من الأصول زي المجمع التحرير والمبنى الإداري لوزارة الداخلية والقرية الكونية وغيرها من المباني، بتجذب شركاء أجانب وبتجذب مستثمرين حتى مصريين يهمهم الاستثمار، يهمهم أن يكون هناك شريك آمن أن هم يشاركوه وفقا لآليات القطاع الخاص. المشروعات اللي بيقوم بها الصندوق مع شركائه اللي بيجذبهم هي مشروعات قائم بتستهدف الربح، لأن هو ده صندوق طبعا بيستهدف الربح، والربح بيصب إلى الخزانة العامة. يبقى هذا الصندوق من جانب بيقوم بتشغيل شباب في المشروعات اللي بيقوم بيها، ومن جانب آخر الربح اللي بيحققه بيضم لوزارة المالية، بيساعد في تحسين الخدمات اللي بتقدمها الدولة من خلال الموازنة العامة. الصندوق طبعا تفرع عنه حتى الآن 4 صناديق فرعية. سيادة الرئيس النهاردة لما بيجتمع
اجتماعه بيدل على انه هو مهتم جدا بتفعيل الصندوق بانه يسير وفقا للمخططات، وانه يدخل في امور متشعبه. يعني القضيه مش مجرد مبنى هنستغله، ولكن طيب ايضا كان استاذ دكتور وليد كان هناك توجيه ايضا من الرئيس السيسي بضروره ان يكون هناك دور وتعظيم دور هذا الصندوق فيما يخص توطين الصناعه والتكنولوجيا في مصر. في رايك كيف يمكن ان يتم هذا؟ هو الجانب الصناعي من الصندوق والشراكات اللي هيدخل بها الصندوق من خلال استغلال الاصول، ده هيكون له دور كبير في تعميق الصناعه، بحيث ان هو في اتفاقياته مع الشركاء بيشترط الجانب كبير من الانجاز بيكون في مصر، او جانب كبير من الصناعه بيكون في مصر. الصندوق هيعظم الفايده، وسياده الرئيس وجه بان الصندوق لا يقتصر على قطاعات بعينها، ولكنه وجه بانه يستثمر في قطاعات مثل قطاعات الخدمات اللوجستيه والقطاع الصحي، وده قطاع واعد جدا، قطاعات الطاقه، غيرها من القطاعات، بحيث يكون الصندوق هو بمثابه طريق جديد لجذب استثمارات جديده يتم ضخها في السوق المصري، مما يرفع معدلات النمو ويقلل معدلات البطاله ويظهر اثره على المواطن بصوره مباشره وغير مباشره. شكرا لك دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. ننتقل إلى الملف الثاني في النيل مباشر اليوم، حيث بدأت عشرات من الشخصيات الليبية الاثنين حوارا سياسيا عبر الفيديو كونفرنس بإشراف الأمم المتحدة بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار. المحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية. يضم الاجتماع شخصيات مختلفة من المشهد السياسي الليبي، ومن المنتظر أن يتم التحضير للقاءات المباشرة في 9 نوفمبر في تونس حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة. دعونا نتابع المزيد في هذا التقرير. تنطلق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين وسط تفاؤل بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا. الحوار السياسي الليبي الذي يتم عبر آلية الفيديو كونفرنس برعاية أممية يأتي تمهيدا إلى لقاء مباشر في 9 نوفمبر المقبل. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قالت إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه تفاؤل كبير، وذلك بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا. البعثة الأممية وجهت الدعوة ل75 مشاركا يمثلون كافة أطياف المجتمع للانخراط في أول لقاء ليبي شامل يعقد بناء على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن. اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة يقضي بتوافق الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق على الانسحاب من الخطوط الأمامية والبدء في تفكيك الفصائل المسلحة لدمجها في مؤسسات الدولة، كما دعا الاتفاق إلى مغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر. الاتفاق لقي ترحيبا دوليا نظرا لأنه يمهد الطريق نحو تحقيق الأمن والسلامة والوحدة على أراضي ليبيا. المزيد من المتابعة تحليل مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي. سيد فوزي، سيد رمزي أهلا بك. أهلا بك يا أخي العزيز. أهلا بك. أولا كيف ترى دلالة لقاء الشخصيات الليبية اليوم بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا؟ للأسف أخي العزيز، الواضح أن تعليمات قطر وتركيا كانت واضحة للخونة والعملاء في ليبيا الذين تصدروا المشهد والذين يدعون أنهم مسؤولين. الواضح أنهم يريدون إفشال أي جهود محلية وإقليمية ودولية لإنهاء الأزمة في ليبيا.
أخي العزيز حضرتك الكريمة ذكرتم الآن عن بيان اتفاق وقف إطلاق النار والذي رحبت به الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودول ويعني كل من يريد السلام لليبيا باستثناء تركيا الذي خرج رئيسها في دقائق معدودة بعد توقيع الاتفاق وقال أن هذا الاتفاق ضعيف. اليوم أخي العزيز للأسف الشديد يقوم وزير الداخلية بشاغة في حكومة الوفاق غير الشرعية بالسفر إلى قطر ومقابلة أمير قطر والتوقيع معه على اتفاقية خطيرة جدا تتحدث في أحد بنودها عن تبادل المعلومات حول الهوية الليبية. منذ دقائق معدودة وأنا أتحدث معك الآن منذ تحديدا 12 دقيقة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بيانا الآن يقول أن ما تقوم به قطر وحكومة الوفاق يعتبر اختراق خرقا لمخرجات حوار جنيف ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف. هذا ليس كلام رمز الرماح، هذا كلام اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية. إذن تتوقع سيد رمزي بأن كل أو هذا الاتفاق وما سيترتب عليه بعد ذلك سيصبح بعد ذي التدخلات القطرية في مهب الريح في الفترة القريبة؟ لا أبدا أبدا أخي العزيز. أقول لك لماذا؟ لأننا نحن في مجتمع دولي 193 دولة، من هي قطر وتركيا أمام هذا الزخم الدولي؟ السؤال يجب من قرار صارم وحازم وليس مجرد توصية من مجلس الأمن إن كانوا فعلا يدير السلم والأمن لهذه المنطقة وشمال أفريقيا، قرار صارم بمعاقبة تركيا وقطر وأذنابهم في ليبيا والخونة والعملاء. نحن لن نرتهن لقرار تركيا وقطر أخي العزيز أمام هذا الزخم الدولي، وبالتالي نحن نؤكد ونطالب أن من يخطر الهدنة هي قطر وتركيا، من يريد العبث. بالإضافة أخي العزيز للأسف الشديد السراج عندما بعث وفده إلى جنيف وقع هذا الوفد مع وفد القيادة العامة والسراج نفسه خرج ورحب بالبيان. التناقض أن وزير دفاعه النمروش خرج أيضا أمس فقط وقال من ضمن ما تحدث وصرح به لكي يرضي قطر والميليشيات والأتراك، قال أن الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع تركيا لا علاقة لها بهذا الاتفاق، والاتفاق كان واضحا ويقول تجميد كل الاتفاقيات العسكرية للتدريب في ليبيا. يعني تناقض رهيب واختراق خطير جدا. ولكن أخي العزيز دعني أقول لك أن القوات المسلحة الليبية ومصر الكنانة والدول الصديقة والشقيقة والأمم المتحدة حازمة هذه المرة في إنهاء الفوضى في ليبيا. لن نقبل ولن نسمح أن نرتهن إرادة الأمة الليبية ودولة ليبيا المهمة في شمال أفريقيا لخونة وعملاء في الداخل ومخربين في الخارج. نعم العزيز. سيد رمزي ربما يقول قائل بأنه كان من المتوقع ألا يعني تقف تركيا وقطر مكتوفة الأيدي أمام هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف لوقف دائم لإطلاق النار، خصوصا أن هذا كان سيعود على كل الليبيين بحفظ الدماء كما قال يعني مسؤولون ودول عديدة. في رأيك يعني إلى أي مدى هناك إمكانية أو فرصة لبقاء هذا الاتفاق فعالا على الأرض وأن يكون له جدوى تعود بالأساس على كل المواطنين الليبيين ويحفظ دماءهم وأموالهم؟ سوف أجيبك أخي العزيز بجملتين مهمتين ركز عليهما الرئيس السيسي ينطبقان على هذا السؤال. الجملة الأولى أن أهل الشر كما أسماهم الرئيس الموقر المحترم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهل الشر دائما يريدون النيل من الأمم والشعوب وهم باقون ما دامت هذه الحياة موجودة. وبالتالي سؤالك نعم يعني توقع معروف وواضح أن أهل الشر لا يريدون الخير لمن يريد الخير. النقطة الثانية التي أود أن أؤكد عليها ما ذكره الرئيس السيسي بخصوص عملية الوعي والفهم وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي. وبالتالي أخي الكريم هذا الاتفاق
أيضا الرئيس السيسي أكد على نقطة مهمة جدا في أحد لقاءاته خاصة في قاعة براني، عندما قال إذا خلصت النوايا لدى المجتمع الدولي يستطيعون إنهاء الأزمة في ليبيا. وبالتالي نحن نقول أن الكرة الآن كما قال اللواء المسماري أمس هي في ملعب الأمم المتحدة، في ملعب المجتمع الدولي الذي أسقط ليبيا. ولعلكم جميعا أخي العزيز رأيتم تسريبات هيلاري كلينتون وعلاقة هذه التسريبات بليبيا، أقولها بكل أمانة ونحن صرحنا بها من قبل ونؤكدها، الذي حدث في ليبيا ليست ثورة، الذي حدث في ليبيا هي مؤامرة مكتملة الأركان لإسقاط دولة كبيرة الحجم بموقع الجيوسياسي والجغرافي اسمها ليبيا، والتسريبات أمامكم جميعا. وبالتالي يا أخي الكريم الآن المجتمع الدولي عليه التزام كما ذكر الرئيس السيسي في أحد لقاءاته وخطاباته وتصريحاته، المجتمع الدولي والأمم المتحدة عليها التزام قانوني وأدبي وأخلاقي أن يصححوا الخطأ القاتل الفيتال ميستيك بإسقاط ليبيا. عليهم بعد 10 سنوات من هذا الإسقاط في مستنقع الفساد والإرهاب والجريمة أن يعقدوا العزم وبقوة على إنهاء الأزمة في ليبيا بقرار ملزم من مجلس الأمن بحل الميليشيات ونزع السلاح وفرض عقوبات على قطر وتركيا ومن وراءهم بنشر الفوضى والإرهاب في شمال أفريقيا وليبيا تحديدا. إذن سيد رمزي، هل تتوقع أن يستمر المسار السياسي في السير وأن تكتمل المناقشات للوصول إلى اجتماعات 9 نوفمبر في تونس تحت إشراف الأمم المتحدة وأن تصل إلى تفاهمات تؤدي إلى نتائج سياسية تكون قادرة على انتشال ليبيا من الأزمة التي وقعت فيها في السنوات الأخيرة؟ نعم أخي العزيز، بكل أمانة اتفاق أو لقاء القاهرة 6/6/2020 الذي ثمن مبادرة المستشار عقيل الصالح وتلاها الرئيس الموقر عبد الفتاح السيسي أمام نخبة من المسؤولين في مصر ذوي المناصب السيادية و22 سفير دولة، توج هذا الاتفاق الآن باعتراف أممي. صرح وزير خارجية الأمريكي منذ 3 أيام فقط أنه يثمن اتفاق جنيف ويدعو إلى مرحلة تنفيذية جديدة وهي ما سوف تتوج في لقاء تونس في 8 نوفمبر إلى 14 نوفمبر. وبالتالي أخي الكريم نحن نتحدث عن مجلس رئاسي جديد، رئيس ونائبين، مع رئيس وزراء مع نائبين وحكومة أزمة، ثم ندخل في مرحلة انتقالية كما قال الرئيس السيسي لا تتجاوز 18 شهر. هذه المرحلة نوه إليها وتحدث عنها باستفاضة أمس المستشار عقيل الصالح من المغرب في لقائه مع وزير خارجية المغربي ورئيس مجلس النواب المغربي، وقال أن هذه الفترة مقسمة إلى 3 أجزاء، 6 شهور الأولى لتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، ثم 6 شهور الثانية نبدأ في إجراءات وضع قاعدة دستورية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وآخر 6 شهور أخي العزيز من 18 شهر هي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ثم ندخل في المرحلة الدائمة مثلنا مثل الشقيقة الكبرى مصر وتونس والجزائر وغيرها من الدول التي مرت بأزمات أخي العزيز. نعم، شكرا لك سيد رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وصلنا إلى الملف الأخير في تغطيتنا اليوم عبر النيل مباشر. فقد وصفت اليونان قرار تركيا بشأن تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 4 نوفمبر بأنها خطوة غير قانونية. نتابع أولا هذا التقرير. خطوة غير قانونية، هكذا وصفت اليونان قرار تركيا بشأن تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 4 نوفمبر. التوتر بين تركيا واليونان يعود إلى خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما،
وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط. الخارجية اليونانية قالت إن تمديد فترة أعمال التنقيب التركي تتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر في شرق المتوسط، متهمة أنقرة بالسعي لزعزعة استقرار المنطقة وتحدي القانون الدولي، وحذرت من تراجع فرص إجراء أي حوار بناء. ومنذ أغسطس الماضي انخرطت الدولتان في نزاع بشأن التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، إذ أجرى البلدان مناورات جوية وبحرية في المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية. وتراجع التوتر بعدما سحبت تركيا سفينتها لإجراء أعمال صيانة ووافقت على الشروع في محادثات تمهيدية مع اليونان، غير أن أنقرة أعادت إرسال سفينة التنقيب عقب ذلك ما أثار غضب اليونان. الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أعرب مرارا عن قلقهما البالغ بشأن احتدام النزاع في المنطقة، ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا للتوقف عن أنشطة التنقيب، وهدد بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضها حل النزاع وتعريض الأمن الإقليمي للخطر. مشاهدينا الكرام، بالتأكيد ستكون هناك تداعيات لهذا التمديد التركي لاستمرار التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الكاتب الصحفي بيروز اليوسف، الأستاذ محمد الشرقاوي. أستاذ محمد، أهلا بك. تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني استمرار أو بعد إعلان تركيا باستمرار تمديد أو بتمديد فترة عمليات المسح التي تجريها في شرق المتوسط في المنطقة المتنازع عليها للبحث عن الغاز، لماذا هذا الإصرار التركي؟ على أي شيء تستند تركيا في استمرار عمليات التنقيب في شرق المتوسط؟ شوف، احنا اعتدنا ان تركيا بتمارس كل ما لا يمت بالشرعية بصلة. تركيا عندها أطماع معروفة سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا أو ما يتعلق بأغراضها من زعزعة واستقرار المنطقة والإقليم بصفة عامة. تركيا حتى الآن بتمارس كل ما لا يمت بالشرعية بصلة. أستاذ محمد، الو، تمام، تفضل يا فندم. هل تسمعني استاذ محمد؟ استاذ محمد، اهلا بك من جديد. انا لا استطيع ان استمع اليك، يبدو ان هناك مشكله في الصوت مع الاستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بصحيفة روزا اليوسف. سنحاول معاودة الاتصال به مرة ثانية حيث إنني لا أستطيع الاستماع إليه. مشاهدينا الكرام، يبدو أن يعني تعقيدات المشهد في المنطقة المتنازع عليها في شرق المتوسط، خصوصا مع سعي تركيا لاستمرار عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة المتنازع عليها، خصوصا مع رفض يوناني أوروبي إقليمي لهذه العمليات التركية في شرق المتوسط. انضم أو عاد إلينا مرة أخرى الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي. أهلا بك من جديد أستاذ محمد. أهلا يا فندم، أهلا بك. تسمعني الآن جيدا؟ تفضل يا فندم. تمام. طيب، ربما يقول قائل بعد يعني رفض إقليمي، رفض أوروبي، رفض يوناني وقبرصي إلى هذه الممارسات التركية، إلا تهديدات من قبل دول أوروبية بأنه ستكون هناك عقوبات، إلا أن تركيا يعني مصر على أن تعاند المجتمع الدولي، ما هي التداعيات السلبية التي ربما تقع على تركيا وربما الإجراءات أيضا التي يتخذها الأوروبيون والمجتمع الدولي بحق تركيا؟ ما خلنا بس نقول تركيا حتى الآن ورغم مرور عشرات الشهور على ما تفعله في المنطقة والبحر المتوسط، كل ما يحدث من المجتمع الدولي هي تنديدات وفقط دون أن يكون هناك إجراء رادع يوقف هذا التدخل التركي الغير مقبول والغير شرعي ولا يمت لي
أي قانون دولي، ومع ذلك كل ما نراه حتى الآن هو عبارة عن كلام في الهراء تنديد. طيب إذن يعني ربما تنظر تركيا إلى هذا الأمر من المجتمع الدولي على أنها تهديدات غير جادة، ومن ثم لن تتأثر بأي شيء، فستستمر ربما يعني ستزيد من عملية استعدائها للمجتمع الدولي. وهو ده الواضح، وهو ده الواضح والحقيقي ان تركيا تعلم جيدا ان كل التهديدات التي يندد بها المجتمع الدولي سواء قبرص او اليونان او الاتحاد الاوروبي ما هي الا تهديدات انا بعتبرها للاستهلاك الاعلامي. حتى الان لم نرى عقوبات بالفعل من الممكن ان تقع على تركيا نظير ما تفعله في المتوسط. إذن ربما يتساءل متسائل أستاذ محمد ويقول إذن لماذا الأوروبيون، لماذا يعني المنطقة الإقليمية غير جادة في التهديدات التي تطلقها بمعاقبة تركيا؟ الموضوع باختصار أن تركيا دايما بتهدد بالهجرة غير الشرعية، وأن هي هتطلق العنان للمهاجرين غير الشرعيين، وأنت عارف أن الاتحاد الأوروبي يعني عنده من المشاكل من الهجرة غير الشرعية ما أرقت الكثير من الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ده عائق كبير. وتهديد أردوغان بيلعبه باستمرار بتخلي كل الدول تكتفي فقط بالتنديدات والتهديدات الغير واقعية على أرض الواقع، والتي ليس لها أي أبعاد واقعية من الممكن أن يتم من خلالها وجود عامل رادع لتركيا فيما تفعله في الإقليم. وانت شايف حتى في ليبيا الإقليم المنطقة عاملة ازاي، والهجوم الليبي واعتبار ليبيا بالنسبة لتركيا ساحة خلفية لمصر. مصر الدولة الوحيدة اللي بتقف وبتقول وبتفعل فعلا، وقالت شرط مثلا والجفرة خط أحمر والناس كلها واقفة عند هذا الخط، وبعدها بدأ المجتمع الدولي كله يندد بالأفعال التركية، ولكن كلها تهديدات وتنديدات ليس لها أي عقوبات رادعة على أرض الواقع. أمريكا تهديدات غير رادعة. إذن يعني ماذا بوسع اليونان أن تقوم به خصوصا مع تضررها ورفضها لهذه الممارسات التركية؟ ليس يونان فقط، والاتحاد الأوروبي كله يجب أن يقف ضد تركيا وما تفعله في المتوسط والتهديدات التي تهدد بها مقدرات البترول والغاز الموجود في المتوسط. تركيا دخلت هذه المنطقة وهي ليس لها أي شرعية في هذه المنطقة، لكنها تمارس العربضة السياسية، لأن ليس هناك أحد يستطيع أو حتى الآن مش شايفين حد قادر يقف قصادها ويقول لها تراجع عن مواقفك وإلا يتم تطبيق عقوبات 1 2 3. وما زال الميزان التجاري ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي يسير بصورة طبيعية جدا، يعني حتى أن الميزان التجاري يحصل له هزة ما بين الاتحاد الأوروبي وبين تركيا لم يحدث. نعم يعني فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد الشرقاوي. وعلى كل حال نحن قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة وفي ختام أيضا هذا الملف. على كل حال الشكر موصول إلى الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي في صحيفة روز اليوسف، وشكر موصول أيضا لضيوفنا الكرام الذين كانوا معنا اليوم عبر النيل مباشر. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه التغطية. في الغد إن شاء الله ملفات جديدة وتغطية جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.